روحوا هيك لشوف، روحوا ايه؟ وينه؟ لك شو ها؟ قسى هيك، قسى هيك. مين عمل فيك ايه؟ شلون بده يجاوبك كل جام على تمه؟ فكه يا وزواز. امرك. هدي هدي. مين عمل فيك هيك يا سليم؟ علي ما علي لا بقتلك هالقعدة. قول لشوف. مين اللي عمل فيك هيك؟ مي يستر على عطوني. جيب له مي يا ابني. هي عملتك ولك عبدو؟ ما دخلوا عبدو يا كبير. طلعوا لي خمسة من التميد. يا هني بدو يا هني مشلحين. قاومت وما قدرت لحالي. كاتروا علي. شو جاب المشلحين على الحارة؟ شو بعرفني؟ طلعوا علي مثل القضا المستعجل. شو أخذوا منك؟ أخذوا مني مصاري. كنت أخذ قطعة قماش لحرمتي بروكار. قطعة بروكار قماش لحرمتك قلت لي؟ ركزي معي كثير منيح. لك ركزي. مركزة مركزة. بتطيري طيران لعند أم حمزة، بتخليها تجهز حالها وبتقولي لها تلاقيني باللصاق اللي ورا بيتها. شو سمعتي؟ باللصاق اللي ورا. طيب ليش؟ لا أنت بدك تضيعي لي وقتي. شو بدك أنت بليش؟ عملي مثل ما عم قلك وبس. طيب وبركي ما رضيت؟ أنت بس تقولي لها بدور خانو جايبة مع زمرد رح تجي زحف. طيري. يلا. الله صبحك بأنوار النبي. وصباحك. شلونك معلم حسن؟ شو بنضل نعيد عمي عبدو؟ حسن، قل لي حسن. حاضر. اللي بيلزمك شيء يا عمي حسن. ما يمر عليك ظالم. الخانو ندرت شي لله، فبدي بمعيتك ومن بعد إذنك تاخذ هالطنبور وتروح لعند أبو خليل اللحام، والدبايح مقطعين ومنظفين وموزعين حصص، فبمعيتك وبوصيت الخانو ها توزعوا للناس اللي بيستحقوهم. على راسي بس أبو حمزة مانعني من الشغل. عمي أبو لطفي، عمي مانعك توقف بالساحة، بس لا هو لا غيره بيقدر يمنعك تتسبب، فتيسر. وجب، بأمرك. ما يمر عليك ظالم. عمي عبدو، ما في شي من قيمتك، هي إجرتك. أنت مو باعتني لفعل الخير؟ فعل الخير ما بيتاخذ عليه أجر، أجر من عند رب العالمين. الله يكتر من أمثالك عمي أبو لطفي.